اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا لما احنا بنفتح موضوع زي دوت وهو الاعلان عن الطب او الاعلان عن الخدمة الطبية، بقى في تجاوزات زيادة شوية، بالذات على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلانات اللي هي اللي على الفيسبوك وخلافه، يعني ان احنا بنلاقي حاجات مبالغ فيها بزيادة، منها كمان حاجات مش حقيقية. يعني بعض المصطلحات مثلا اللي انتشرت، هي مصطلحات هي عبارة عن اختراع مصري، مثلا في عمليات الليزك، مثلا كلمة السوبر ليزك والحاجات دي، الحاجات دي كلها اختراع ليس له أساس علمي نهائيا. فالحاجات دي احنا ما عندناش قانون شوية بينظم ناحية الإعلان الطبي، بس هنذكر الآداب اللي الدول المتقدمة بتلتزم بيها في الإعلان عن المنتج الطبي أو الخدمة الطبية. الدول دي ليها قواعد معينة وبتطبق قانون، فاللي اللي بيخرج عن سياق القانون ده بيقع تحت طائلته وبالتالي بيعاقب. لكن احنا بنقولها بالناحية ان هي ايه، حاجات ايثيكال او حاجات ادبية، المفروض ان الناس اللي بتمارس الخدمة الطبية هم دول يلتزموا بالكلام دوت. فالموضوع اصلا ان حد يعلن عن منتج طبي بدأ سنة 77 في الولايات المتحدة، فده كانت بداية ان قننوا ازاي الاعلان عن منتج طبي، ولكن كان ليهم قواعد عامة قالوا عليها ان احنا الموضوع يبقى فيه امانة، ان المعلومة تبقى كاملة، الاعلان يبقى عن الطبيب وليس عن الجهاز المستخدم وتكنولوجيته، ان الاعلان مسؤولية الرجل المعلن وليس مسؤولية وكالة الاعلان. يعني ما تقولش اه ده هم اللي عملوا لي الاعلان بالشكل ده اعمل ايه، لا، لازم يبقى انت المسؤول اولا واخيرا. ثم في حاجات، لو ان في حاجة المسموح بيه، المسموح بيه هي كل وسائل الاعلان، سواء مطبوعة سواء مقروءة سواء مرئية، ومواقع التواصل كذلك، وبقى الاعلان عليها كبير بشكل كبير جدا. مسموح ان احنا نعلن عن شهادات الاطباء اللي يمثلوا الاستاف بتاع المكان دوت، والشهادات اللي حصل عليها المكان دوت في الجوده زي شهادات الايزو وخلافه. المفروض ان احنا مش مسموح لنا بشويه حاجات، مش مسموح ان احنا في صيغه الاعلان ان احنا صيغه المقارنه والافضليه الدائمه، يعني ما ينفعش احنا الاول في كذا واحنا رواد عمليات تصحيح الابصار، واحنا الاول في ادخال هذه العمليات في مصر، واحنا الاعظم واحنا الاكثر تكنولوجيا. مش مسموح بموضوع ايه الافضل، ان احنا الاحسن، او ان احنا دي المفروض ان هي مش من الاداب العامه في الاعلان ومش مسموح بها عندهم. مش مسموح باستخدام نجوم الفن والرياضه في الاعلان عن الخدمه الطبيه. و اخيرا ان احنا لما نيجي ان احنا واحنا بنرغب عيان في العمليه، مش مسموح، يعني المفروض ان احنا نخبر في الاعلان بنسب نجاح العمليه دي، النسب الفعليه. وبشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.